مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوحران من أجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر، وعلى إثر عملية نوعية وفي ظرف أسبوع تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرسى الحجاج من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في تدبير وتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل مبالغ مالية جد معتبرة. التحريات المعمقة التي قاموا بها أفراد الفرقة مكنت من توقيف 10 منظمي رحلات من بينهم 7 مسبوقين قضائيا يبلغون من العمر ما بين 25 إلى 35 سنة وينحدرون من ولايتي غليزان ووهران. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من حجز عتاد مستعمل في الهجرة الغير شرعية المتمثل في حجز 12 قارب نزهة من مختلف الأنواع والأحجام، 4 منهم مزودين بمحركات متنوعة بقوة تتراوح ما بين 150 إلى 300 حصان، وحجز 46 صفيحة بنزين سعة 30 لتر، وحجز سيارة سياحية.